إننا الآن بجانب شاطئ النهر المشهور، النهر اسمه ميغنا. إن هذا النهر يجري فيه الفلك والسفن. أيها الأعزاء، انظروا إلى البضائع، إنها حملت ونقلت بالسفن والفلك. ها هم العمال، إنهم يعملون في البضائع في النقل والتحويل. انظروا إلى الشمس، إنها توشك أن تغرب. الحمد لله، المنظر جميل جدا. الحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.